طيب نحن حتى لو كوننا الدولة دي وافترضنا انها اتكونت، هنقع في نفس الصراع الواقعين فيه حاليا؟ يعني حتى لو كوننا الدولة بتاعت الشمال هتظهر ليك الأحزاب وتلعب دورة وتلعب بالوطنية وحاجة زي دي؟ أنا ما أفتكر إنه ده حل. نحن ليه ما نفتش للرجل المناسب ونضعه في المكان المناسب؟ وإن كانت الحلول صعبة جدا، يعني في ناس شايلين أسلحة والليل اليوم بتعيل للسودان كله، يعني أي زول بيطلع بره وداير حقه. يعني مثلا على سبيل المثال الشريك طلع حقه، انت بتقول دولة البحر، دولة النهر والبحر، حتى ناس البحر يعني ناس الشريك ما نادوبك، ما نادوبك اصلا. يعني الحاجة الثانية ولا همة، نحن لامتين يعني نظل متخلفين، يعني لامتين، يعني لامتين ما بنتقدم. يعني سبب دمارنا هو الاحزاب يا عبد القادر، ما هو الانفصال، يعني هو الاحزاب. الحاجة الثانية اللي هي الناس الشايلين السلاح، يعني مثلا على سبيل المثال الحركات المسلحة كانت مشكلتها مع منه، مع البشير صح؟ مع حكومة حبيبي صلى على الانقاذ. النبي، دقيقة اسمع كلامي. بس انت حاليا بتقول ان السبب الاحزاب، السبب الناس شايلة السلاح، السبب كده، والانفصال ما حل. خليك من الاسباب، نحن كلنا عارفين الاسباب. الانفصال ما حل، خلينا الانفصال. حلك انت شنو؟ انا والله برا حلي في انه نبعد من الاحزاب دي، رقم واحد، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لانه يا عبد القادر لسه انت حاليا انا بلقاك خارج طيب السودان. دقيقة، ليه خارج النقاش السودان؟ النقاش اسمع كلامي، النقاش عشان اكون منطقي. كيف تبعد الاحزاب وتجيب رجل مناسب؟ يعني انت بتطالب، ما انا ما فهمت، يعني كيف حتبعد الاحزاب هتجيب الرجل ده من وين يعني؟ يا السودان مليان رجال، رجال الكفاءات كلها برا يا عبد القادر. لسه علينا وين الاطباء حقنا؟ لا انت ما انا داير اقول لك شنو، لما الكلام ده انا قلت لك الاليه اللي حتجيب بيها الرجل ده شنو يعني؟ الاليه بتاعتك ليه ما معروف الرجل الكفء ده؟ معروف يعني على سبيل المثال اصله ما داير له في التيش يعني. يا عم. اوكي تمام، نحن اتفقنا معاك، نحن لقينا زول كفو، وانت حتجيبه لنا كيف؟ حنرضى به ونحن كيف؟ مثلا انا كمحزب ما حارضى لك به، انت اذا انت بتعدني ما بيه. بترضى، اذا نحن ما حنتقدم يا عبد القادر اذا هي يعني قايمه احنا على حاليا ما الاحزاب. متقدمين، يعني احنا متقدمين يعني؟ ما متقدمين، اذا انت حاليا خارج السودان، انا اللي قدامك ده خارج السودان ايضا. انا بتكلم عن الكفاءات يا حقتك اخي خارج السودان. انا مع احترامي لك، انا هو النقاش يكون عشان يكون منطقي. ما انت ليه لما احنا حاليا لما نفصل، ويسمى ايوه جزء كبير جدا من تخلف البلد دي الحروب، ما الاحزاب. كويس كويس، الاحزاب لما والحروب يا الاحزاب عبد دي القادر. اسمع كلامي، الاحزاب دي في النهايه الصراع بتاعها ما مكلف، لكن الحروب هي المكلف. كويس، فنحن لما نكفي البند، نكفي الموضوع الحربي ده تمام، موضوع انت همشتون وما همشتون، ننفصل. بعد الاحزاب دي عندها حاجه اسمها انتخابات تقبل بها كويس. غصبا عنا تمام، وهذا تطلع برامج للشعب السوداني. الشعب السوداني بيختاره، ما في حزب الليله. السودان ده كله كويس، في الشمال ما في زول ثاني بيحكمه غصبا عنه. يعني الاحزاب دي تجي بها برامجها، الناس بتوقع بتيجي تصوت ليها، الحزب جاء، البلد معروفه، الاقليم الاوسط، الاقليم الشمالي، الاقليم الشرقي. قدمت الناس بيصوتوا لك تاني، ما قدمت الناس بيشوتك برا يعني. تاني ما بتيجي كويس. تحجج تقول لي يا اخي والله في ناس شارين علي سلاح، وانا عندي حرب، وانا والكلام ده تاني بيكون ما في. دولة لا، ما هو مدنية، انت ناس الناس كلها ذات مسلمين. شالت السلاح يا عبد القادر، كانت انت ما تسمح كلامي للنهايه. الناس شالت السلاح دي كانت فكرتها ضد منه، ضد عمر البشير صح، لا ما وحكومه صح، الانقاذ صح. لا ما صح، لا اها، ضد منه يعني. السلاح ده مرفوع من 54، من 54 السلاح كويس. في دار من 84 قبل البشير كويس. كويس. فما عنده علاقة، ده الصراع في دارفور هو صراع قبلي، صراع على النفوذ القبلي، صراع على الموارد، فعنده أسبابه كثيرة جدا. هو أما كونه يقولوا إنه كله صراع ضد المركز ده غلط، صراع دارفور مركب أكثر من إنه صراع ضد المركز يعني. لا، هي انت لما ذات تجي تتكلم عن الهامش وما الهامش، هو منو يا أخي في أنا والله السودان ده داير ما مهمش. أديك يعني فرصة، أنا عندي ديجيت، أنا كان طلع ده رجعه تاني. فانت قلت ضد الوحده، ضد الانفصال، اديني رؤيتك. قلت للوحده، قلت يا اخي جيبوا الرجل المناسب في المكان المناسب من غير آلية.
فلو عندك كلام ممكن تقوله قبل ما نختم يا إدريس. لو أنت والله موجود بالله رسول الله دعوة آخر كلام إنه أنا دار أوصله يا عبد القادر، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه الناس تعيه وتفهمه. نحن والله مشكلتنا هي مشكلة بتاعت الحروب دي أول بداية، حتى الناس الحاملين السلاح كان جايين لأهداف وأهداف ما واضحة، دي رقم واحد. رقم اثنين، نحن نبعد من الأحزاب دي، دايرين رجل مناسب في المكان المناسب. يعني السودان ده فيه كفاءات شديدة جدا يعني متوفرة، وحاليا الكفاءات خارج السودان. انت 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 عارف انت انت بكلامك ده بتدعو لشيء، انت بتدعو لدكتاتورية بالمناسبة. انا ما دكتاتورية، انا داير الشخص المناسب يا عبد القادر المناسب. انت قادر تفهم يا اخي؟ انا ما عندي مشكلة في النادي، وجهة نظرك وانا بحترمها، ويديك العافية يا اخوي. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا على المداخلة. الله يبارك، الله يسلمك. طيب انا داير ادريس ده، انا ادريس ده لو لقيته. طيب انا موجود قاعد استناك. انا قاعد. لا بس جيب الشبكه بتاعتك، انت ما شبكت هنا بالمناسبه. لا انا شبكه عندي جي 5 عندي، ما عندي اي مشكله. فاضي انت؟ انا معاك عندي، يعني انا اقدر اليوم اقدر ارد لك على كلامك، نتكلم شويه، لانه انت تتكلم عن احنا بنتكلم عن الوطن، عن البلد. يعني الوطن حتى الان احنا نتكلم انفصال واتفاق، لكن احنا حتى الان ما زلنا ابناء وطن واحد. طالما عندك زمن خلينا نتكلم بالراحه واحده واحده. انا ما عندي مشكله. قطع عندك قاعد قطع. والله صوتك واضح عندي جدا يعني. لا صورتك قطع، صوتك اللي قطع مو انا، عندك انت يا اخي. انا صوتي لكن اسمع سامعني؟ طيب تمام. انا بقول لك يا اخي جبال النوبه، اول سؤال، هل من العداله هل او من الاخلاق، هل من الاخلاق ان الحركه الشعبيه تتخذ من سكان جبال النوبه كرهائن تفاوضهم في مطلب سياسي لا يعني المواطن على مواطن النوبه؟ اولا حركة الشعبيه ما مسك ابناء النوبه كرهائن، هذا شيء ابعده تماما. طيب اي واحد من ابناء النوبه اللي انضم لحركه الشعبيه انضم هو وهو عارف نفسه ليه انضم، من تلقاء نفسه. ثانيا لو ما الحركه الشعبيه اليوم احنا ربما ممكن النوبه كانوا يكونوا بالعدد الموجودين. يعني الفضل يرجع لله سبحانه وتعالى وللحركه الشعبيه. يعني انا اقول الحقائق يعني. انا تمام. طيب خلي بس في النقطه دي، هل انت شايف انه النوبه مستهدفين؟ 200 يعني حاليا ولا في الحكومات السابقه؟ كما انت سؤالك كان قلت لولا الحركه الشعبيه لكان النوبه حاليا مضطردين. نعم نعم، لانه انت اليوم لما الحكومه السابقه طبعا لما جات بسلاح عسكريه انقلاب، وقت الحكومه البشير لما جاء انا كنت عسكري في الشرطه وقافل الخرطوم ده الليل كله، احنا دوريات ماشيين لافين، كنت يعني ممكن سنتين السلاح ده كان ما بيشيلوا مننا. اليوم لما جاء جنوب لما انفصل، ولما الجنوب انفصل وانتخابات دخل فيها مشكله احمد هارون وعبد العزيز، ها وكتمت، قالها الرئيس السابق عمر البشير، قال احنا الجبال دي نطلعها بالحصان جبل جبل. بابا بليز بليز جو ذير بليز جو امشي لك. طيب بقى النوبه بقى مستهدفين من كل النواحي، كان يلموا الدفاع الشعبي والجيش والجماعه اللي مش عارف حقون الدعم السريع اللي تشوهم اخير، انه النوبه ديل يمسحوهم مسح. انت ممكن في اشياء خافي عليك، انا اليوم لولا الحركه الشعبيه ممكن اهلي ما كانوا يكونوا باقين، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى
يعني الحركة الشعبية حمتنا ولقينا سلاح، بقينا ندافع عن أنفسنا، وقفنا قدام الحكومة. يعني أنا ما بجمع الشماليين ترى، أنا ما بقول، أنا حتى الآن أنا كلامي والله أنا بتكلم عن السلاح، أسمع كلامي ما عندي مشكلة، حتى أنا بس بتكلم في النقطة دي بالتحديد. يا ناس إذا أنت، أنا مفترض لو كنت أنا لحاليا لو كنت نوباوي وبسمع في خطابك ده وافتكر إنه الدولة مستهدفاني أنا كنوباوي، طيب تمام، أنا كلامك ده لا. طيب تمام، كلامك ده ذاته أنا بقول لك إنه ما صحيح. دليلي إنه ما صحيح شنو؟ إنه في نوبة كتار جدا ساكنين في الشمال، في نوبة موجودين في بورسودان، ليه الحكومة ما مشت قتلت النوبة الموجودين في الشمال؟ طيب أرد عليك. أولا أي نوباوي في المدينة، في المدينة، في المدينة مثلا، اعتبر خليك بعيد، حتى في الدلن، الدلن طبعا هي يعني اعتبر كادولي دي كان منطقة، طبعا منطقة خطيرة جدا لأنه أخذوا منها أبناء النوبة المتعلمين المدرسين واللي المهم الناس اللي متعلمين أغلبهم تم إعدامهم، قتلهم بصراحة. أنت ممكن شيء ده بعيد عليك، أنا عندي قائمة أسماء طويلة، عندي قائمة أسماء الناس اللي ماتوا بتواريخهم موجود عندي. طيب ما استنى استنى، أسمع مني أسمع مني، خليني أرد عليك. طيب أنا بوقفك ليه؟ أنا بوقفك ليه؟ لانه انت قاعد تطلع لي من السؤال، انت بخشمك بلسانك قلت يا اخي انه انا لو ما الحركه الشعبيه، انت ذاك ادريس لو ما الحركه الشعبيه كان مت، وانت بلسانك اسمع دقيقه تملك كلامي، وانت بلسانك قلت انك كنت شرطي، كنت شرطي في الشرطه السودانيه، تمام. انا بقول لك يا اخي، هل انت مستهدف، هل انت مستهدف كادريس كنوباوي ولا كنت مستهدف كحركه شعبيه؟ بس ده انا حاجه داير اعرفها. انا مش مستهدف كانه انا يعني نوباوي كده، هذا النوباوي اقتله، لا مش الكلام، مو كده الكلام، مو بالشكل ده. النوبه كانوا مشاركين في الحركه الشعبيه ما جون قرن السلام، لما جاء رجعوا الشمال، الجنوبيين راحوا، صح ولا لا؟ ايام الانتخابات، بعد الانتخابات والتزوير وما تزوير احمد حارون لما اعطوا الاصوات، النوبه اعترضوا. مين اللي كان مرشح معه؟ لما الفترة هذيك اسمها فترة كتمت، لما الفترة ديك أي واحد من الحركة الشعبية نوباوي في جبال النوبة اتأذى من الكتمة دي، حكومة ما كانت تفرق بين ده ولا ده، مواطن على الشيبة. يا إدريس أنت عارف إنه عبد العزيز آدم الحلو تمام مسؤول الاستخبارات في الحركة الشعبية، وكان ذراع جون قرن اليمين، وكان بيأكل له يعني بيأكل له المهمات الصعبة في الحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب، تمام. الراجل بعد الانفصال ده ما تم جاء وترشح للولاية وسقط، سقط. مين اللي كان اسمع؟ طب انا بس لا، انا بسألك مين كان قبل يا عبد العزيز؟ في بالك كلامي، بعد ما سقط تمام معك، بعد ما سقط رفض بالنتيجة، رفض النتيجة مش احتمى بالجبال معه بعض الناس اللي من جبال النوبة، بعض ابناء النوبة تمام اخذوا الناس ديل يعني كرهائن وتصفيات، زي ما انت عندك، انت قلت عندك قائمة كبيرة جدا من ابناء النوبة الكتلتهم الحكومة السودانية. انا كذلك عبد القادر عبد الله ده عندي قائمة طويلة جدا من ابناء النوبة الكتلتهم الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز ادم الحلو، واتحداك لو انت بتنكر. عبد العزيز قول لي ما صفى من ابناء النوبة. شوف شوف شوف، انا انسان كنت عسكري واعرف العسكرية معناها. طيب اليوم لما انا اسمع، لما انا اكون اليوم انا مثلا في الحركه الشعبيه، لما اكون عندي انسان شغال مخابر يخابر الجهه الثانيه البعديني، عقابه يكون شنو يا خابر؟ انا موجود تمام. سؤال يا راجل الحكومه، انت عارف حكومه البشير دي زرعت كم من ابناء؟ اسمع يا اخي، صلى على النبي يا اخي، انا ما في دوله ثانيه يا اخي، انا موجود في جبال النوبة تابع للسياده بتاعت الدوله السودانيه، كيف اخاف؟ عبد القادر انا شوف، عبد القادر اسمع كلامي، صل على النبي. شوف انا بنظر لك كانسان يعني متعلم وعارف وضع السودان، انا ما بنظر لك كانسان شخصي مثلا تتكلم كلام الهوى، انا ما اخذك بالعقل. طيب يعني عشان ما تقول انه انا بقلل من 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 كلامك، لا انا باخذ كلامك بجد وباخذك انت بجد، سمعت؟ طيب. هل تقدر تنكر انه اخر سؤال غبي يا ريت تطول لي بالك، هل انت زول رجل قانون، هل تهمة المخابرة او التخابر هل دي تهمة قانونية في بلد اصلا السيادة عند الدولة؟ ها
يعني أنا كان من جبال النوبة تعاملت مع الدولة السودانية، هل ده تخابر؟ هل إذا كان الحكومة نفسها بتمسك الناس وما عارف بدون إثبات بتقتلهم؟ أحمد هارون حافر بير في كادوغلي، بير ناس بس لو قالوا له بس ناس يمسكوهم والله من أبناء النوبة، بير مش يعني يدفنون برا، يرموهم في بير. في أشياء أنت ما تعرفهم. أنا الآن أتكلم معك والله العظيم، أنا لما أتذكر الناس النوبة اللي حاصل لهم شنو، أنا الحمد لله أنا برا لكن أهلي هناك، الوالد والوالدة وأخواني هناك. أنا نزلت السودان الآن ممكن لي سنتين ما مشيت، ومشيت لحد جوا الجبال وشفت يعني لما الناس اللي عاشوا هنا الطائرات اللي تضربهم ناس، والله العظيم يعني أنت نفسك لو في مكانك لو في مكاني أنا حتزعل. أنا مش زعلان منك أنت ولا من أحد تاني، أنا زعلان من السودان ده يسعى الجميع. ليه إحنا ما نقعد يعني مثلا إحنا طبعا إحنا ما نوصل المرحلة اللي نقعد شو، لأنه هم في سياسيين الناس يعني انتهازيين يتاجروا بالشغلة ده وماشيين. ليه السودان ده الناس ما يقعدوا ويتكلموا ويكونوا مع بعض زي ما احنا انا وانت الان بنتكلم بكل شفافيه ونتكلم وبدون زعل وبدون اي تعقدات؟ لكن في شيء في السودان في وسط السياسيين السودانيين لابد انه يكونوا مسوين فتنه للشعب السوداني ده، عشان في ناس عايشين من وراء الفتنه هذه. يعني انت نفسك عارف اليوم، تعال وريني في الشماليه، انا مشيت لحد حلفة، مشيت من الجيل من بحري لحد حلفة مشيت، تعال قول لي في الشماليه دي، انت من الشماليه وريني السياسيين اللي في الخرطوم الحكم السودان من سنين عملوا شنو. يا استاذ ادريس انا والله دخلتك دار اتكلم معك كانسان من جبال النوبه كنوباوي، انا دار اتكلم معك كنوباوي، خليك هنا الوضع الراهن. دقيقه انا دار اقول لك حاجه، انا بس دار اقول لك حاجه واحده يا اخي، انا دار اقول لك انه يا اخي هل اللي بتعمله الحركه الشعبيه كان جبال النوبه هل ده اخلاقيا وهل ده انتم مرضيكم كابناء نوبه؟ هل ده مرضيكم يعني انه يطالبوا بكم يعني كمساومه يعني مساومه أسمع. سياسيه اسمع جماعه من شوف اليوم انا لما اكون متمرد ليس انا وعندي جيش وعندي كل حاجه وعندي قوه وانت عايز تيجي تصالحنا انا اجي اقعد. والقوانين السودانيه من يوم ما السودان استقلت ما في قانون يحكم الناس للناس. أنا ممكن أنا ما عارف أنت بتتهرب من السؤال، أنت خايف على أهلك الموجودين في جبال النوبة ولا والله أنا ما بخاف. شوف أنا حتى عبد العزيز آدم الحلو والله ما أخاف. إحنا عبد العزيز ما يتاجر بينا، إحنا ما في زول بيتاجر بينا، سمعته ولا لا؟ هو ما يقدر لأنه قبله كان في المرحوم يوسف كوة الله يرحمه، طيب من أبناء النوبة موجود كان. إحنا اليوم